تعالي يا ابني الراديو ده شويه. حاضر اهو اهو اهو. يا رشدي انت يا بني ادم، انت جاي تستجم هنا؟ استجم ايه بقى؟ مش كفايه الهو اللي احنا فيه ده؟ مش كنت خطفتوني في شهر 8؟ احنا لازم نخرج نكلم ابويا. ماشي ما تتاخروش. ما تتاخروش ايه اذا كنت انت اللي هتكلمه؟ اخرج ازاي بلبس شيتوس ده؟ ايه خايف حد يصطادك؟ بلاش انت يا انتصار انت. عايزين نخلص بقى يا جماعه من القصه دي. ايه ده؟ هو انا قاعده مع اتنين عيال؟ ما تركز معايا شويه يا رشدي. قوم بقى ما نشوف هنعمل ايه في منظرك ده. من غير شخط. ماشي. قوم شوف اي حاجه تتلبس. القرف ده. يلا يا بنت. هو بيهبب ايه كل ده؟ انا عارفه. خير يا جماعه؟ مين اللي مقدم البلاء؟ يا نهار اسود ايه اللي انت عامله ده؟ لا كله انا بدلت اخويا. خلاص بقى يا سالي. خلاص ايه؟ انت عارف يا مروه لو اخويا عارف هيوديه في 60 داهيه. ليه بيشتغل ايه؟ دكتور. طب على نفسه يا جماعه. عايزين نخلص بقى. يلا روحوا انتوا، انا مش جايه معاكم. ماشي خليكي احسن احسن. يلا يلا يا اخويا قدام. ايه القلاصه اللي انت فيها دي؟ ما تزق شويه. انت صدقت انك ظابط؟ زق. سلام. ايوه انا عارف عارف انه ما كانش قصدك. اتفضل روح ازرق. بدي يا ابن عالمه. البس لك ايه طيب؟ انت جنان؟ ها مالين الرقم؟ اتنين اتنين؟ اتنين اتنين اتنين؟ اه يعني قول اربعة. انت هتجمعهم اربعة اتنينات 060. حاضر اربعة اتنينات 060. هتقول له ايه؟ فرصتي جت، سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو ايه؟ مشغولة. مشغول؟ طب جرب تاني. حاجة دلوقتي؟ اه. طيب كام الرقم؟ 42060. برضك؟ كل ده مشغول، هات اجرب انا. بيرن بيرن. الو؟ الو ادهم الشاذلي؟ ايوه معاك النقيب رشدي اباظة. انا رشدي اباظة يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني. أنا كنت مستني مكالمتك دي عشان أعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي أنا بنتي ملهاش أي ذنب. إحنا أصحاب شركات زي بعض. وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا هوي بنتي بنتي. طب أموتها الأول. أموتها. اسمع يا ابني أنت. أنا لو بنتي جرى لها حاجة مش هرحمك. بنتك كويسة والمصحف. طب انا عاوز اكلمها. حاضر ثانيه واحده. بابا عايزك. انت مجنون. مش هينفع تكلمها دلوقتي، انا مكتفها. طب انت طلباتك ايه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ اقول له كام؟ قول له مليون جنيه. كتير قوي ده. انت مالك؟ عايز مليون جنيه. مل ايه؟ مستحيل. انا والله قلت لها كده. انت عشان مجنون. حرام عليك شليت الراجل. ايه قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي نسيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه. واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون روعه. يا حظ ظابط. انا كنت فاهم انه هيطلب 1000 1000 ونص انما مليون. وما قالكش هياخد الفلوس ازاي؟ فلوس ايه اللي هياخدها؟ ومين اساسا اللي هيدفع له؟ شوف يا حظامت انا معتمد على مجهوداتكم انتوا. انا عاوز بنتي ترجع لي وما ادفعش اكتر من 1750. ايه؟ طب اطمن خالص، احنا بنعمل تحقيقاتنا دلوقتي واكيد هنوصل لحل.
بس اول ما يتصل بيك لازم تكلمنا فورا. ربنا يوفقكم، انا عارف ان انتوا هترجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. مع السلامه. ان شاء الله ان شاء الله هيرجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. انت صحيح هتسيب ملك هانم كده يا ادهم بيه؟ هسيبها ازاي يا جدع انت؟ الله، ما انت كنت نايم. هو انا مش لسه ببلغ البوليس قدامك؟ وافرض ان البوليس ما قدرش يعمل حاجه. ايه ده؟ ممكن؟ طبعا ممكن، خصوصا ان الولد ده مش مسجل، يعني مالوش سكه. طب وبعدين؟ انا عاوز سعادتك تكون جاهز انك تدفع الفلوس. انت اتجننتش يا لطفي؟ ادفع ايه؟ ده عاوز 1,000,000 جنيه. يا ريت تنهي عقدك وتمشي انت راخي علشان خاطر بنتك. وانا بلاقي فلوسي في الارض يا لطفي، ده انا لما يصحى بتلوها الروح يا ناس. ولو عمل فيها حاجه هدفع، وانا مش ممكن اسيبه يأذيها ابدا يا لطفي. طب جرب كده كلمه على الموبايل وجر معاه ناعم واعتذر له تاني. اكلمه على الموبايل؟ يا سلام، بالسهل اكلمه على الموبايل. هو الموبايل ده مش بفلوس يا لطفي، دي بنتك. انا عارف انها بنتي، لو كنت مأمن عليها كنت سبتها له. ايه ده؟ ابوكي بيديني ميز ديكول، ايه الوطيانه دي؟ انت ايه اللي خلاك تفتح تليفونك؟ اقفله بسرعه. حاضر حاضر، يلا لف عشان نكلمه تاني. يلا يا ابني يا ابني، اقلع البدله دي بقى هتتمسك بيها. ليه هما بيقفشوا في الظباط اليومين دول ولا ايه؟ خليكي في حالك يا راشا. يلا راشا دي غلبه قوي. الو الو، يا ادهم بيه فكرت؟ ايوه يا ابني فكرت، بس كنت عاوز اقول لسعادتك حاجه. يعني المليون جنيه دول ممكن يعني ادفعهم بالتقسيط على كذا شيك يعني؟ تقسط ايه بس يا ادهم بيه؟ هو انا ببيع لك فيسبا؟ ما يا ابني المليون جنيه دول ما اقدرش ادفعهم على طول، كتير. والله ولا كتير ولا حاجه. بص انا من الاخر مديك احلى سعر، واسال بره يا ابني. الكلام اخد وعطى، وانا ان شاء الله هبقى زبونك مش هسيبك. عاوزك تعمل معايا واجب. بقولك يا ادم بيه، انا مش عايز فصال، انا من الاخر هم المليون ويبقوا مقفولين كمان. وانا مش موافق، انت اكيد مجنون. ايه؟ ابوكي بيموت في قفل السكه. الدرجه دي ابويا بياني؟ جايز ما اقتنعش بيا كخطاف. انا السبب، انا السبب. انت السبب ليه؟ هو انت اللي خليت ابويا بخيل؟ This is my dad. Yes, yes. انت خريجة ايه؟ Business Administration, AUC. دي اللي في الزقازيق صح؟ بقولك ايه؟ هو انت ليه عايز تنجس البيت؟ اسمها انكس البيت، يعني اصلحه. اللي اذا كان جمعة بقى عنده حق. مين جمعة؟ ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شلة الجامعة. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شلة الجامعة اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي؟ قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير. بتكسب كتير؟ لا بتعب بس. الاكتتاب قرب والاسهم كلها في الطاله. هو ده وقته يا ملك؟ بدلتي انا ليه تعبت في تروح تبدليها؟ برافو عليكي. ايه ده؟ هي البدله دي عندها تبول لا ارادي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ابويا شكله كده ولا مش هيدفع حاجه يا ملك؟ قلت لك مش هيدفع. لا هيدفع، هيدفع يا ملك، وهتعملي العملية إن شاء الله، وهتمشي على رجلك وتعملي كل اللي نفسك فيه. إزاي؟ أبوكي لازم يتأكد إن أنت في خطر بجد وحقيقي، ولازم يشوف ده بعينه كمان. مش هنقعد نقضيها تليفونات ورغي طول النهار، وبعدين كل مرة بيقفل السكة في وشي. طب وبعدين هنعمل إيه؟ أبوكي عنده بريد إلكتروني؟ إيه؟ إيميلز يعني، عنده إيميلز؟ طبعًا. أنا هخلي أبوكي يدفع الفلوس زي الجزمة. قلت لك ما تشتمش. أنا أقصد جزمة غالية يعني. سالي خدي التابلوب اللي في إيدها ده بالكاميرا ودخليه جوه، ها؟ وأنا كمان هقوم أجهز. يا عسل. أنا رشدي سرحان باظ، أحدثك من الساحل الشمالي الأفغاني. وقد قمت ب41 عملية إرهابية في جميع الدول الأجنبية المنوفية منها والغربية. أحذرك، أحذرك يا أدهم يا شاذر، بأنه لن تنعم أمريكا، لن تنعم أنت بيوم واحد. أدفع المليون
تعاطفك وحده مو كفايه، وان لم تدفع لسوف اقتلك واقتل بنتك ثم اقتل كريم السكرتيرة. عليكم اللعنه جميعا. وعلى فكره انا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات، ها ولا حركات البلدي دي. ودلوقتي قولي رشدي يا بابا. طيب رشدي يا بابا مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل ونعود. الواد ده خلاص اتنفخ، اتنفخ رسمي، ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. الواد ده لازم يروح جوانتانامو. اما الفكره اللي عملها رشدي بمليون جنيه كده اكيد ابوكي هيدفع. برافو عليه. سالي اديني بقى نص قرص النوم اللي معاك. لا خليه ربع ربع، يوصلني بس لحد السرير. لا 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 بلاش بلاش، انت ما تقدرش عليه. ربع هو ربع والله. ما تخافيش انا نحست خلاص. عايز اقولك ان شكلك بجد رهيب رهيب. احسن حاجه عملتيها انك خليتي منظرك زباله كده عشان ابوكي يصدق فعلا ان انت مخطوفه. برافو عليك يا ملك. خلي بالك بقى من نفسك. بقولك نحست. يلا تصبح على خير. على فكره انا خدت البدله معايا، ها هنشوفها عندي في الظل فوق لان واضح انها بتعرق شويه في الشمس. تصبح على خير يا جماعه. بتتريق على شكلي؟ معلش معلش فهمه ده. يا رجل ملوش اي اثر. معقول يكون هرب؟ اكيد طبعا هرب، احنا غلطانين، احنا سيبنا له البدله. عملها الندل. احنا مش لقينا الجزمه، يبقى خلاص ما هربش. مش شرط، ممكن يكون هرب حافي. يا رب يا سادة. انت كنت فين؟ انت عايز تشلني؟ لا انا واخدك كده نحاسب على الكلام. لا اصل ملك يعني كانت قلقانه يكون جرى لك حاجه. ليه انا زي الفل اهو تمام قوي. وايه اللي بالك كده؟ مفيش، يعني اصل انا لقيت البدله نشفت فقلت بالله اتشائمت اصلي. بصي انا عملت لك ايه؟ عقد. ده بمناسبه ايه؟ ده بمناسبة الذكرى الأسبوعية للخطف. ثانك يو. لا ده صدف. تفتكري أبويا شاف الإيميل؟ أبوكي؟ أبوكي على التليفون. يا نهار أسود أبويا. طب إيه ده؟ ردي عليه. أرد أقول له إيه؟ اسألي ملك. أقول له إيه يا ملك؟ قولي له إنك عند أبوكي، بس قومي كلميه من بره. ربنا يستر وساري تعرف تتصرف. هو برضو انا مش فاهم حاجه كده، يعني هيفرق ايه لما تقول انها عند ابوها ولا عند امها؟ اصل ابوها وامها مطلقين بقالهم 5 سنين. اه وكانوا واخدين بعض عن حب. مش وقته يا رشدي. ماشي. بقول لك ايه؟ هو انت كنت قلقانه فعلا ان يكون جرالي حاجه لما رجعت مبلول وكده؟ انا عند بابا. ما انا ما ينفعش اقول لماما عشان ماما بتزعل. طيب ماشي. حاضر. حاضر. باي باي. في حاجة؟ سالي ماتت ولا ايه؟ ايوه. ايوه. خير خير، ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ ابوكي كلم امي وعرفت منه ان انا مش بايته عندك. طب وانت قلتي ايه لابويا؟ قلت زي ما قلتيلي ان عند ابويا، ولما قال لي امال ايه حكايه بايته عندك دي؟
قلت له ان انا اضطريت اكذب على مامي واقول لها كده لانها ما بتحبنيش اروح لابويا. فايه انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ فايه فاضطريت يعني اروح له من وراها. يا نهار اسود، إيه؟ امي اتصلت 25 مره. اهدي بقى شويه، اهدي. بقول لك ايه، هو ابوك وامك بيكلموا بعض من ساعه ما اتطلقوا ولا ضاربين بعض بالجزم؟ عمرهم ما كلموا بعض ابدا. يعني ضاربين بعض بالجزم؟ طب ما هي بسيطه ومحلوله. قولي لامك نفس اللي قلتيه لادهم الكلب ده، ان انت رحتي لابوكي وما رضيتيش تقولي لها علشان ما تزعليهاش. يا سلام، وافرض اتصلت بيه وسالته يا فالح. المراه اللي تقعد 5 سنين ما تكلمش طليقها بعد الطلاق عمرها ما هتكلمه دلوقتي. ده حل تحفه، برافو عليك. ايه ده، انا خدي طول عمره شريف على فكره. معلش بقى يا ملك، انا لازم ارجع مصر لان امي على اخرها، ما كنتش عايزه اسيبك معاه لوحدك. متقلقيش رشدي جنبي. في حاجة؟ لا ابدا، اصلا انا سمعت صوت حوالين الفيلا فقلت اجي اطمن عليكي. انت كويسة؟ لا انا كويسة خالص، انا بس كنت مخنوقة شوية، قلت يعني افتح الشباك اشم شوية هوا، مش جالي نوم. وانا برضو مش جالي نوم، الملايات دي اصلا تعبانة شوية. طيب ما تيجي نشرب فخينة بره ولا حاجة في الليل؟ طيب اوكي، طب اسبقني وانا هغير هدومي وحصلك. اوكي ماشي، اسبقني اوام اسبقني. ايه عجباك؟ هي مين دي؟ البنت اللي على الغلاف، اصل يعني شكلك مركز معاها. لا انا ما يعجبنيش الاشكال دي خالص. امال ايه اللي بيعجبك؟ انا اصله البنت بالنسبه لي بتبقى عامله زي الاعلام بالظبط، عارفه؟ كل ما بيبقى بسيط وما فيهوش دوشه بيبقى زي القمر، بيبقى احلى يعني، وفكرته توصل بسرعه. بالظبط. طب وانت بقى شايفني زي اني اعلان؟ ده سؤال ذكي. اقول لك، اهو انت اهو لمبه وقلاوز كمان هتلسعك. اوعى تطفيهم. انت بتشرب ايه؟ نسكافيه. ده اكيد اكسباير. لا ده نسكافيه. اه لا فعلا مش اكسباير. مش قلت لك اسمع الكلام، انت مش عارف يعني ايه اكسباير؟ لا عارف طبعا، انا كريم على طول بتعمل لي نسكافيه اكسباير. هوا بقى شويه. يلا. مين كريمة دي؟ دي السكرتيرة بتاعتي، أحلى واحدة في مكتبي، حاجة كده عاملة زي القلم الجاف لما يضرب في الحر. هو أنت ما عندكيش إخوات؟ لا أنا وحيدة. زي حالاتي يعني، الحال من بعض. أنت برج إيه؟ أنا برج العقرب. إيه؟ في إيه؟ وأنا ليه كل ما أقول لحد إن أنا برج العقرب يقوم مخضوض ومفزوع مني كده؟ لا أصل أنا أعرف إنهم غدارين. طب وأنت رأيك إيه؟ لا أنا شايفة عادي يعني. شفتي؟ وانت برج ايه؟ العقرب. ده بيقولوا عليهم غدارين جدا. برد. تاخدي شفتة؟ لا اصلا انا بقرف من نسكافيه. ليه انت مش مقرف ولا حاجة؟ ايه؟ شعرك ناعم قوي. لا خلي بالك بقى لا تنطري علينا حاجة.
ايه المطار اللي احنا قاعدين فيه ده؟